السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد من لود فور عرب، والتحية خاصة لسوريا وأهل سوريا وجين لازر صديق الصدوق. الراجل ده يا جماعة بيساعدني كتير في القناة، يعني مثلا لو حد سأل سؤال وجين عنده إجابته بيجاوبه، فأنا حابب أشكره ده مبدئيا. ثانيا أنا عايز أحب أجاوب على ناس معينة، يا جماعة البي آر مش عارف فلان زاد عني ومش عارف مين انطلق وبتاع مش عارف إيه. وارد جدا ان انت اي حد يعديك، يعني مش هتفضل في نفس المستوى، هو ممكن يشحن، هو ممكن يشترك في ايفنت وجاله جايزة، هو ممكن يكون مجمع حاجات كتير قبل كده وراح رافع كل حاجة مرة واحدة. انا شفت واحد جاب 4 حيوانات حمراء في يوم واحد، كان مجمع في كذا حاجة فرفع الرفعة دي كلها. فمش كل الناس بتفكر زيك، ومش كل الناس ماشية بنفس الطريقة اللي انت ماشي بيها، كل واحد ليه دماغه وليه تفكيره. فده ردي على الناس بتوع البي ار. طيب النهاردة حدث الطبخ، او زي ما كنا نسميه زمان اللحمة، بس تعالوا نقول بقى حدث الطبخ. في حاجة مهمة جدا حصلت هنا. اولا عندنا حاجة شبه الحدث اللي كان موجود قبل كده، اللي هو كان بتاع السلاح الوهمي، لكن ده بدل السلاح الوهمي في قطع لحمة، قطع اللي انت بتطبخ بيها. هنا بقى 2500، يعني 60 قطعة و 8000. طبعا هو افضل صندوق هو يعتبر الصندوق ال 135، قصدي ال 60 نقطة ب 2500 دايموند. وفي 3 صناديق، طبعا انت هنا الصندوق ده فيه 30 نقطة تشتري بواحد دايموند، بس لازم تشحن 2000 دايموند علشان تقدر تشتريه. سهل واتكلمنا عنه قبل كده. ده بالنسبة للحاجة اللي هي السيل باك او العرض اللي نازل بخصوص الطبخ. في حاجة برضو هنا نازلة، في عندك شوية الحاجات دول كلهم ب 1230، يعني بصراحة انا عمري ما هشتريهم، مش محتاجهم، وصلهم كويس بس ما اظنش انهم هيبقوا كويس مفيدين يعني. طيب تعالوا بقى نتكلم في حدث الطبخ من جديد. حدث الطبخ اهو دلوقتي هنا السيرفر كله او السيرفرات كلها وصلت لطبخ 3000 كم؟ 34000 قطعة. طبعا ده الموضوع انتوا فاهمينه، مش عارف السيرفرات كلها تشحن او تطبخ كم قطعة، يتفتح الصندوق ده تطبخ المستوى اللي بعده ليفل 3 تاخد الصندوق ده وهكذا. الناس كلها بتخلصها من اول يوم يعني، ودي سهلة. وانت ليك طبعا هنا 5 قطع يوميا مجانا، طبعا انا خدتهم ومش عايز اصرفهم دلوقتي. انت عندك هنا هتقدر تدوس على المكان ده اللي هو tab to collect، بس هنا unavailable علشان انا صرفتهم. انت ليك 5 مجاني، فانا استلمت الخمسة بتوعي النهاردة الصبح. طيب في ايه تاني في الحدث ده؟ خش في الشوب تلاقي في حاجة جديدة نزلت، المطية الاسد ب90 معلقة، وتوتال المعالق لو احنا هنشتري بالعرض، يعني مثلا زي ما قلنا 60 معلقة ب2500، لو انت هتشتري من هنا قطعة اللحمة، لا مش 60 معلقة بقى، تعالوا نتكلم في الموضوع. هو بيقول 60 قطعة لحمة ب2500 جوهرة، وقطعة اللحمة الواحدة بتديك 10 معالق. ايه رأيك في الحسبة دي؟ احسبها بقى انت مع نفسك وعيش. هي قطعة اللحمة بتديك 10 معالق. طيب ايه اللي بيحصل لما نطبخ قطعة اللحمة؟ طبعا هنا في مراكز، نسيت اقول لكم، في مراكز، مركز اول ومركز تاني، وده يا جماعة من اصعب، يعني انت ممكن تاخد مركز في التايكون بتاع السيرفرات كلها، بس صعب تاخد مركز هنا. انا بصراحة شايف انه صعب جدا، وحاولت كذا مرة اخد مركز وشحنت وجبت حاجات من هنا ومن هنا وفشلت في النهاية، مش عارف بصراحة الموضوع بيبقى تقيل قوي. المهم تعالوا نرجع لمرجوعنا ونشوف ايه اللي هيحصل. انت بتخش هنا عندك 3 اختيارات. الاختيار الاول هنا، اشاور لكم بدي علشان لغاية المؤشر يومين كده، دي بتطبخ كل القطع اللي معاك، وكوك 10 بتطبخ 10 قطع. بس طبعا هنا لو انا دوست جيت كوك 10 واللي مش معاك يكمل، لان معايا 5 بس. وهنا كوك في الاخيرة دي تطبخ واحدة واحدة. تعالوا نطبخ واحدة ونشوف. جالي 10 معالق وواحدة اوجمنت. طيب الواحدة اوجمنت دي جت منين؟ ثواني كده. في حاجة هنا بيقول لي لازم في هدية يومية، بس تعالوا نقول لكم بس الاول الاوجمنت دي جت منين. كل حاجة في الايفنت ده هنقولها يعني متقلقوش. عندك هنا الهدايا دي،
مع كل قطعة لحمة بتاخدها أو بتطبخها بتاخد هدية عشوائية من الحاجات اللي قدامك دي. أنا طبعا زي ما لما عملت جالي الأوجمنت. طيب في حاجات هنا بقى كده بيقول لك تطبخ 10 قطع ياخد تاخد قطعة بيت أو قطعة حيوان، ودي الحيوانات اللي قدامكم، زائد 10 ليفل أب للبيت أو البيت ستون ليفل. وبعدين لو طبخت 20 قطعة تاخد السندودة، لو طبخت 40 قطعة تاخد السندودة. هذا السهل واتكلمت عنه قبل كده، بس انا حبيت اضيفه من جديد علشان يبقى الموضوع اشمل واحدث، لانه في تحديث حصل، ولذلك لازم برضو نحدث الفيديو بتاع الايفنت يعني بشكل عام. طيب نصيحتي ليك الايفنت ده، ما تشتريش لحمة من هنا، اياك تشتري لحمة من هنا، ما ينفعش. لان انت لو جيت تحسبها في الجروب باي لما بتيجي تشتري قطعة حيوان احمر بتبقى ب 500 دايموند، والواحد بيبقى مستغليها شايفها غالية. فهنا لو جيت تحسب الحسبة لحيوان احمر هتلاقي ب 600 دايموند. فلما انا اشوفه انه غالي في الجروب باي ولاقي هنا ب 60 يعني ب 600، فده يبقى غالي جدا. فهنستبعد الحيوان الاحمر. لو جينا الحيوان الاصفر او الذهبي، القطعة ب 30 يعني تقريبا برضو ب 300 دايموند، فبرضو الموضوع هيبقى غالي شوية. وهكذا بقى في الباقي، ما اظنش ان حد هيشتري حاجة. لكن لو انت مثلا يعني معاك الوينج مثلا بتاع الفالنتاين ده، معاك منه 79 او حتى معاك 75 وفضل لك 5، لا انت مضطر تشتريه واخلص وايه وفعل الجناح، فضل لك 5 6 قطع من حيوان معين وناقصك، خلاص جت مصلحة. فهو ده يعني بصراحة اللي من وجهة نظري الهدف من الحدث ده. ده بقى قطعة المطية دي عايز 100 قطعة، لو انت طبعا معاك دايموند وظابط الدنيا هتقدر تجيبه. ده يعتبر احسن حاجة في الحدث، حتى لو كانت ب100 معلقة القطعة الواحدة كان هيبقى كويس، لانك مش نادر جدا نادر جدا ان انت تجيب الاسد ده، ومش موجود في احداث كتير وصعب. علشان كده لو هتشتري اشتري من ده. بس طبعا لو انت شايف انه بعيد، انا بصراحة شايف انه بعيد ومش هشتري، وان جالي حاجة ببلاش في الحدث ده هشتري بيها، ما جاش يلا. يعني انا مثلا هشتري معاكم، انا مجمع في البيت ده، اروح شاري منه 4 قطع بالحاجات الفري اللي جات لي، وهيبقى معايا 30. برضو هروح مجمع في حيوان انا برضو بحاول اجمع فيه اللي هو ده. ودمتم بسلام، شكرا. انا كده مش عايز منهم حاجة، انا بس باقي معايا شوية اللحمة اللي بتجيلي كل يوم، هجمعهم كلهم مرة واحدة والعبهم، وان شاء الله الموضوع يبقى سهل عليكم ولذيذ ومفيهوش اي صعوبة. اتمنى الفيديو عجبكم. لو في اي حاجة انا نسيتها، انا بنسى كتير، انا عارف زهايمر بقى وكده السن، فلو اي حاجة نسيتها قولولي في التعليقات علشان نقولها. والناس المحترمة جدا طبعا جين، انا افتكرته بخصوص علشان شفت له كذا حاجة، في ناس كتير في القناة بتساعدني، يعني مثلا كذا حد مش عارف، مش فاكر والله الاسماء، انا بعتذر لهم، بس بيقولوا انت يا حسين انت نسيت كذا كذا، تمام. فانا بروح اعمل لايك للتعليق بتاعهم او الكومنت بتاعهم، وبعمل له بين بدبسه في بداية التعليقات، على اساس اي حد ينزل في التعليقات يشوف التعليق بتاع فلان كان مثلا يا حسين انت نسيت كذا كذا كذا، خلاص فانا شكرا وبشكره طبعا ساعتها في التعليق، وهم عارفين كده. وبعمل له بين للبوست بتاعه، وبقول له ان كلامه تمام، يعني على اساس ان اللي ينزل يفهم انه انا في حاجة انا نسيتها والشخص ده نبهني ليها او بس. فانا بشكركم كتير كتير كتير، وتحية ليكم جميعا، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.